حكيت عن الحاجات. انا بسال سؤال كثير كبير ودائما انا ما بهاجم، لا يعني ما عم بهاجم حدا، انا عم بحكي وياك. هؤلاء الاشخاص الموجودين بالدورات كلهم لانه عم يطلعوا على المقابل المادي، ما حدا منهم بيتسلم اداره مني وجبري. كنا بنروح نشتغل اساتذه وبنروح على المدارس الخاصه بنعلم بمدرسه باثنين وبنجمع مصاري. نحن رسالتنا ومهنتنا اكبر من هيك بكثير. كل المدارس الرسميه بتعاني من مشكله اساسيه، اول شيء هي البناء. يعني مدرسه بعد شماع على سبيل المثال طلعت زرطه، انت ما بتشبه كل شيء للمدرسه بالبناء. استاذ الياس طلع معنا انه اول شغله انا وين قدمت له للتلميذ، وين اعطيته العامل النفسي ليفوت هالتلميذ على المدرسه ويتعلم؟ اثنين التجهيزات، ما في تجهيزات ابدا. ثلاثه حتى اذا عندنا تجهيزات قديمه بدك تصلحها، انت لا تصلحها بدل معامله شهر واثنين وثلاثه بالوزاره. حتى ان صلحتها قبل ما تاخذ موافقه في حضرتك انت استاذ وخبير بده يسالوك في تساؤل. فنحن كل اللي عملناه بمدارسنا وانا بعدني بقوله وراح ضلني اقوله، لا ناطر وزاره ولا ناطر دورات ولا ناطر بيرسون ولا ناطر حاجه. كل وين انا عندي باب بروح دقه جيب انا منه مساعدات والله خير، مش ماديه، انت بتعرف انه نحن ناخذ مصاري، بدي طاوله بدي مسطره بدي لو هيك عم نعمل. وبتمنى عليك تزور مدارسنا انت والدكتور نبيل. استاذ الياس اكيد، استاذ الياس نزل اكيد، نحن الاستاذ حنا والاستاذ الياس عيوننا بالضبط بالضبط. لا هن الاستاذ الياس نزل عندي، انا مدرستي انا ثانويتي بتحدى ثانويه خاصه مثلي بالترتيب، انا حاط فيها شي 400000 دولار، فيش شي مقبضه الوزاره، كله مجتمع مدني وكله من وراء الجمعيات والبلديات، بس المقابل بالمقابل انه في 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 معاناه. يعني انا بقول ما بيهمني انا اجي قاعه تلميذ على طاوله جديده مقابل انه انا الماده التعليميه المنهاج ما انه مريحني. يعني انا عدلنا هالمنهاج مرتين من 67 ومن 2000، طيب وهال 15 سنه 16 سنه وين؟ بعدنا اليوم نحكي بشيء نحن ما دخلنا فيه. قالوا كتاب تاريخ عندنا مش موحد، كتاب تربيه ما عندنا، يعني في عندنا مشاكل. كيف نبني جيل؟ وهلا كنت بدي بحكي انا والاستاذ، قلت له اليوم نجاح المؤسسه مش بنتائج الدوري. اسمح لي رايحك. نجاح المؤسسة هو اليوم اسمح لي رايحك بكيفية إعداد جيل جيل صالح صغيرة بس مثقف قادر يشتغل. شكرا شكرا شكرا. في شغلة مرقة من شوي قبل ما حضرتكم توصلوا أستاذ حاتم، وهذا لسان حال الكل بفتكر، إنه نحن بنعتبر مدرستنا بأهمية عائلتنا. كيف بيتنا؟ كيف بنهتم ببيتنا بأولادنا؟ كيف بنزلل المشاكل؟ راحت عندك الحنفية انه انت بتسويها بتظبط البريز الكهرباء، نحن هيك بنهتم بمدرسنا كاهتمامنا بعائلتنا. بس في شغلة كتير مهمة نحن ما عم ننتبه عليها، هي قصة الاساتذة. حكيت عن نقل الاستاذ